سلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم جيده. ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ان شاء الله، وكنتمنى ينال اعجابكم ويعجبكم. اليوم البنات بغيت نشارك معكم بعض مشترياتي من اكسيو والاثمنه ديالهم والكاليتي ديالهم. المهم باش تعرفوا كلشي اثمنه يعني ديال النيشان ديال الحانوت، حيت البنات اللي كيبيعوا في مواقع التواصل الاجتماعي كيديروا الثمن ديال الترونسبور وكلشي. انا نقول لكم غير الثمن ديالهم يعني في المغازه كيشحال باش كيتباعوا. المهم اول حاجه نبدا لكم البنات بهذه، الصراحه عجبتني بزاف خاصه صغيره. هذه البنات يقدر تعطيها كادو لشي حد يعني زوينه، فيها شي صاحب تاكل شي حد منين. فيها شميعه صغيره ديال الزاج، وفيها هذه كتحليها وكديري فيها ديك العويدات وكتحطيها. راه ديجا كانت عندي الصراحه كتصبر، المهم صبرات لي بحال كبيره شويه على هذه، جات لي تقريبا شي 5 شهور وهي يعني عندي في البيت. وهاد العويدات كلهم داخل في الكحل عارفينها. مهم هاد ديال البنات صراحه زوينه وريحتها فنه، وكاينين بزاف يعني ديال الانواع. كيف قلت لكم هادي تقدر تعطيوها حتى كادو، كتجي مع واحد بحال هادي ديري فيها السميه وداك الشيء تحطيها وتسديها غادي، وكتجي على شكل كادو. هادي البنات 4 اورو 3.90 باش خديتها. وثاني حاجه البنات هي هادو البنات، هادو كديري فيهم الشميعات ولا ديكور ولا تحطيهم هكا خاويين بلا ما شي بوفي ديال السبوع ولا ديال العرس ولا شي حاجه، تحطيهم ولا تحطيهم فوق الطبله ولا فوق الحيط ولا المهم اي بلاصه تحطو. هادو خديت منهم جوج، هادو 3.50 الوحده، صراحه زوينين الكاليتي ديالهم مزيانه. واخا كيقول لك حوايج ديال اكسيو زعما الكاليتي ديالهم شويه صافي، لكن الصراحه هادو قاصحين ما يعني ماشي شي حاجه اللي المهم. هادو 3.50. وهادو اللي حموقوني الصراحه زوينين وغادي يعجبكم حتى نتوما. هاد الفانوسات ولا الفيوزات ولا كل شيء كيقول لهم هادو البنات كيخدموا بالحجر، كيخدموا بهاد اللعيبه هنايا هادي كتشوفوا نتوما، هادي خدامين بالحجر ديال التليكوموند نتوما. شحال عندكم كيف كتجي؟ خديت منهم جوج، كيجيو فنين. انا بغيت نديرهم في واحد اللعيبه في الحيط يعني في البيت. هما هادو البنات 3.50 حتى هادو، مال قريب 4 اورو الوحده، مال 3.28 3.28 هادو، ولكن زوينين من بغا ديال الميكا من هنا الزاج، ولكن ماشي ديك الزاج اللي ديك الزاج بحال بلاستيك، ولكن زوينين الصراحه. ما ندمتش علاش ما خديتش منهم بزاف، خديت غير جوج. وهاد البلاطو هذا خديته على حساب اللي عندي مدورين، هذا انتم كيف كتشوفوا كنبان داكشي علاش ما هادو راه معروفين ديال اكسيو. عندي مدورين مدور، وكنت ناخذ هذا طويل باش يجي معاهم. هذا البنات ب هذا ب 4 اورو 4 اورو يعني بالاورو، اما مغربيه راه اكثر كتشوف شي 50 درهم. وتا هادو البنات الصراحه كيحمقوا، هادو البلاطويات هادو ولاو دابا وقليل خديتهم على ود هادو. هادو زوينين كتحطي فيهم الروايح، كتحطي فيهم المهم مسائل ديالك في البيت، ولا كتحطي فيهم الديكورات الشمع، كاين اللي كيحط فيهم يعني شي ديال الماكله. انا اكثر كنستعملهم يعني في الديكورات وشي فيديو ولا شي حاجه. هادو البنات 4 اورو كاليتي ديالهم حتى هي مزيانه. هادو خديت منهم 3، وخامس حاجه ولا سادس حاجه والاخيره هي هذه.
هاد البنات حطوا هاد الشيء في الارض باش نوري لكم. هاد البنات صراحه هادي شحال هادي كنت باغا نشريها، يلا كتبت. هادي ديال العطريه كوزينه، كديري فيها العطريه يبقى تحطيها بلا ورقه تبقى مجموعه ماشي عاد كتخشي في البلاكه وحده بوحده، فهي كدايره كتشوفوا معايا. هادو هما شتو البنات كدايرين لكم القرعات، القرعات ديالهم صغيرين شويه ولكن معليش، في واحد الجهه يعني كتخرج بزاف واحد الجهه كتخرج غير شويه. هانتوما المهم عجبوني انا يعني كيجيو مجموعين وكدور فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية القرعات، يعني تهزلك العطرية اللي كافية تحطي فيها وتحطيها. أنا بغيت نحطها فوق لافون في الكوزينة، يعني كتبقى مجموعة عندي هادوك بوحدهم حاطهم في البلاكار الداخل، ماشي كل مرة بقى جبدي وحدة هكا كتحطيها عدا كتستعملي يعني الحاجة اللي محتاجاها وصافي كتحطيها بلاصتها. وهاد الشهادة البنات تمنية ستة أورو، ستة أورو يعني ستين درهم. المهم هادي ستة أورو، ستة أورو شي حاجة، ستة أورو خمسين باش خديتها حيت كنتفكر حيت نساولي شحال هادي باش خديتهم ويلا وصلوني. المهم البنات كنت خديت بزاف الحاجات، والبنت اللي كتصيفط ليا صيفطات لي غير النص وباقي نص لاخر ان شاء الله فاش نوصل نشارك معاكم ان شاء الله الا بقينا في الحياه. المهم هذا هو الفيديو البنات ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى يعجبكم وتكونوا استفدتوا خاشي يعني غير شي حاجه بسيطه، اي حاجه بسيطه كنبغي نشاركها معكم باش تستافدوا منها. وهنا غنخليكم البنات تهلاو في راسكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، القاكم في امان الله وحفظه وتهلاو في راسكم المره الجايه ان شاء الله.